مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الآن في لايف جديد مستمرين معكم للتغطية الإخبارية من هنا من مدينة الشروق، معكم عزوز الديب لنتلقى لقاء وتقرير ولايف خاص مع عبقري وأشطر صنايعي بوتاجازات وسخانات في مدينة الشروق محمد. هنستضيفه معنا الآن خلال اللايف، هيعرفنا هو كفيف، هيعرفنا الشغل بدأ ازاي معاه وايه المشاكل اللي بتقابله وهو شغال دلوقتي حاليا بيصلح أحد السخانات وشفرته زيزو. محمد أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. احكي لنا، قول لي انت اسمك محمد وشفرتك زيزو. ايوه. كفيف بقالك قد ايه وشغال الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ المشاكل اللي بتقابلك؟ والله انا شغال الشغلانه دي ابتديت فيها من 15 سنه، كنت لسه بادئ اشتغل في محل بتاع قطع غيار وصيانه، وكان ساعتها نظري ضعيف شويه، يعني ضعيف كتير جدا، ما كنتش بشوف كويس حتى الطريق يعني. فربنا اكرمني وحبيت الصنعه ديت وحاولت ان انا اتعلمها، بس كان طبعا بيحول بيني وبينها النظر الضعيف جدا والناس اللي مش بتساعد بالقدر الكافي يعني. فلما خرجت من المحل دوت حاولت ان انا امارس المهنه، قعدت حوالي مثلا يجي 10 سنين احاول امارس المهنه، بس لقيت ان انا ما فيش اي مساعدات يعني، وكنت لسه برضو بشتغل في اماكن تانية. بس لما نظري ضعف تماما بقى ولقيت نفسي ان انا بفهم في المهنه دي مثلا بنسبه 50%، ابتديت امارسها، وكانت بتقابلني شويه صعوبات في المشي في الشوارع لوحدي، لان انا وقتها ما كنتش بشوف خالص الا النور بس. وطبعا ردود افعال العملاء ان هم يشوفوا حد كفيف داخل عليهم في البدايه، طبعا انا كنت بشتغل على الناس اللي عارفيني الاول، وبعد كده لما لقوا شغل كويس بقوا يعرفوني على الناس التانية الغريبة، والناس الغريبة تعرفني على ناس تانية، وهكذا لحد ما اتشهرت في المدينة كلها. كان بيضايقني ردود افعال الناس اللي هي السلبية، زي ان انت هتشتغل ازاي وانت كفيف، هو طبعا بيقول لي معلش وسوري وكل حاجة، بس بيكون برضو الموضوع سخيف يعني. او ان مثلا ان انا وانا ماشي في الشارع اتكعبل، اقع في حفرة، في حاجة، اتخبط في رصيف، كل الحاجات دي كانت بتأثر في نفسيتي جدا. ولكن الحمد لله ربنا كان بيديني الصبر ان انا ابقى مصر على التكمله في الصنعه ديت، وان انا اوصل فيها لمرحله متقدمه بفضل الله، ويكون اراء الناس كلها في مدينه الشروق وغيرها من المدن اللي حواليها ان انا بفضل الله من احسن الناس اللي بشتغل في المهنه دي، الحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نشوفك بتشتغل دلوقتي قدام الكاميرا عشان الناس تكون مقتنعه اكتر شطارتك وموهبتك. طبعا عايزك تقول لي انت اتعلمت ولا لا، وايه اللي حصل معاك؟ انا نظري كان زي ما قلت لحضرتك يا دوب بشوف الطريق، فحاولت احول لمدرسه ضعاف بصر، فالمدرسه ما قبلتنيش لان قالوا لي انت لسه انت المفروض كفيف. فروحت لمدرسه المكفوفين وهما برضو كانوا شايفين ان انا نظري ضعيف مش كفيف، فشويه مشاكل عاديه روتينيه طبيعيه، فانا ما حبيتش اكمل في التعليم وخرجت من سنه تانية دبلوم تجاره، وقلت ان انا اعلم نفسي بنفسي ثقافيا يعني عن طريق النت او عن طريق اي حاجه تاني، والحمد لله رب العالمين هو ده اللي حصل يعني. الحمد لله. انت بتتزوج معاك في الاسره اخبارها ايه؟ ملك ورقية عندي 12 سنه، عندي ملك ورقية 12 سنه، ملك ورقية 8 سنين، ومتزوج من سنه 2008. والحمد لله زوجتي واولادي دايما بيحاولوا يشجعوني ان انا اكمل في الصنعه، وبيساعدوني لو اي حاجه محتاجه بيساعدوني فيها الحمد لله رب العالمين، واهلي كلهم واخواتي بيساعدوني الحمد لله. هتعلمهم ولا لا؟ طبعا هعلم اولادي وبناتي، هعلمهم باذن الله لحد ما يبقوا احسن الناس ان شاء الله. كلمني، امتى بتزعل؟ امتى في مره عيطت كده وسامحت نفسك؟ لما حسيت ان انا ببذل مجهود اكتر من طاقتي، وان انا مش قادر اوصل للناس بسهوله وببساطه، وبتحصل لي مشاكل، اتعثر في الطريق، اقع، مش عارف ايه، حاجات زي كده. وكمان في الوقت اللي انا كنت وصلت فيه ان كل الناس في المدينه بقت عارفاني وبره المدينه، وعليا طلبات كتيره جدا جدا جدا، وكان الضغط عليا جامد قوي، فحسيت بضغط شديد بصراحه. انت كنت بتقول لي في بدايه اللايف ساعات بتزعل من بعض الزبائن عندك لما بيدوك فلوس،
الموقف اللي حصلت معاك. لا لا، بعض الزباين طبعا بتبقى يعني في ناس مش بتبقى عندها القناعة ان هو لازم يكون صادق ولازم يكون امين مع الشخص اللي قدامه دوت ككفيف، فممكن يسيب لي فلوس مقطعة عادي مفيش مشكلة، ودي حصلت معايا كتير يعني ما عندهمش مشكلة. مين دخل عندك هنا المحل وقال لك تعالى نطلع مع بعض الشغل لما عرفت ان انت كفيف؟ قال لك انا اسف افكر واجي لك تاني. هي مش حرفيا بس يعني لما لقاني كده فضل واقف شويه، وانا كنت دخلت معايا يعني جه خدني بالعربيه وشايفني ماشي بالعصايه بس ما تخيلش ان انا كفيف يعني، فقال لي عادي ممكن تكون رجله تعباه ولا حاجه، فركبت معاه ومشيت. و اما دخلت بقول له فين السخان؟ قال لي سخان ايه؟ قدامك السخان. قلت له لا انا مش شايف. قال لي طب وانت كده تشتغل ازاي؟ قلب وشه يعني وفضل واقف ساكت كتير بقى، وانا عمال اقول له فين السخان هو مش بيرد يعني، حاسس ان هو وقع في مأزق. بس بعدين انا قعدت حاسس حواليا بقى انا عشان اشوف فين السخان، ولقيته وبدات اشتغل وسبتني منه، وهو لما شاف شغلي انبهر يعني وما قدرش يقول، قال لي بس انا عايز اعرف انت بتعمل كده ازاي. ومره تانيه كان في زبونه رفضتني فعلا وقالت لي انا مش هينفع ان انت تيجي تشتغل يعني، بعد اذنك تعالى خد بس فلوس مواصلات وروح. فقلت لها لا انا مصر ان انا اجي اعمل الشغل دوت، وفضلت اكلمها وسالت على رقم العماره بتاعتها اللي هي كانت قايلها لي في التليفون، ما كنتش اعرف الشقه، وطلعت قعدت اسمع هي بتتكلم في التليفون في انهي شقه، وخبطت على الشقه عشان هي ما كانتش تقول لي رقم الشقه، ودخلت ولاني عارف شكل المساكن هنا رحت على الحمام واشتغلت هناك. كانت مستفزني جدا، قلت لها ده لو اخر شغل في حياتي لازم هعمله. ففعلا صلحت السخان وقالت لي انا مش هجيب حد غيرك بعد كده. عايز اتكلم معاك، انت فرحت لما حسيت الحمد لله ان ربنا اكرمني بثقة الناس فيها في كل المدينة والمدن اللي حواليها كلها، وفي ناس تقول لي ان انا لو انت اديتني ميعاد بعد شهر هستناك برضو تيجي تعمل لي الشغل بسبب ثقته فيا. طيب هنسأل بعض الأسئلة اللي الناس ممكن هتسألها لك، لو حبينا نعرف ايه الأضرار او ايه النصائح اللي تقولها اللي عنده سخان ساعات في الأيام دي حصل ضغط القناة. ايوه ان تعمل ايه؟ بنصح الناس خصوصا اللي عندهم سخان كهرباء او غاز، السخانات دي عموما يا جماعه مش السخان الغاز مش بيختلط الغاز بالميه نهائي، ولا بينزل الغاز من الدش، ولا حد بيتخنق بسبب الغاز، هو بس بيتخنق من تقفيل الحمام حواليه، هو ده اللي بيخليه يحصل له اختناق. لكن هو لو شغل السخان الغاز حتى على اعلى درجه وفتح شباك الحمام او شغل شفاط جنبه مستحيل هيحصل له اختناق، ما اظنش ان هي حصلت ابدا ان حد كان مشغل شفاط او فاتح الشباك وحصل له اختناق، مش ممكن، صعب جدا. البوتاجاز بنصح كل سيدات البيوت ان هم ينظفوه اول باول، لانه لما بتتراكم عليه الدهون طبقات كبيره بيضطروا يستخدموا مواد كيماويه من بره، والمواد دي بتاثر بالسلب على الجهاز بتسبب فيه اكسده قويه جدا، وبعد كده القطع اللي فيه بتتكسر بسهوله جدا بسبب الاكسده اللي حصلت لها. طيب انت نفسك في ايه؟ انا نفسي اولا دي اهم حاجه ان انا طبعا اكتر من كده بكتير، ويبقى عندي محل يتقال عليه فعلا ان انا تاجر كبير في قطع الغيار الاجهزه المنزليه والصيانه، وشباب تكون محترمه عايزه تتعلم فعلا صنعه اعلمهم واشغلهم تحت ايدي واوجههم واعلمهم ازاي يتعاملوا بضمير مع الناس ويعملوا الصنعه مظبوط كما يجب يعني. طيب انت كنت قبل الهوا بتقول لي انا مش عايز حد يديني سمكه، انا عايز انزل اصطاد. بالظبط. مش عايز حد يديني ضمان او بمعنى صح معاش، وانا لا انا عايز اشتغل وعايز. بالظبط. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، انا من ساعه ما بدات وانا مش بعتمد على اي مساعدات خارجيه من حد، بفضل الله سبحانه وتعالى وقوته اللي ادهاني علشان اجتهد واستمر في عملي 12 ساعه في اليوم. وربنا اكرمني، وكنت شغال في البدايه ب 250 جنيه، والحمد لله رب العالمين اكرمني بعد 6 سنين بقى عندي المحل دوت فيه بضاعه بحوالي 15 او 20 الف جنيه، وشغال فيها ومستمر باذن الله علشان اكبر المحل ده اكتر واكتر. انا شايف حد من الزباين قبل ما يخش عليك او ما دخل عليك قال لك انا عندي غساله فول اوتوماتيك، قلت له لا ما بشتغلش غساله فول اوتوماتيك. بالظبط بالظبط. كلمني على دورك في الشغل بقى، انت شغال بتجهيز سكان وايه تاني؟
انا لما جيت اتعلم فطبعا ما كانش في حد يعلمني المهنه اكاديميا، فكنت بتعلمها كده يعني، افتح الجهاز انا واشوفه بنفسي واحاول اقرا كتب عن الاجهزه اللي فيه وهكذا. فلقيت نفسي انا شاطر اكتر في السخانات والبوتاجازات والغسالات النص اوتوماتيك، فما حبيتش ان انا اخش مجال مش بتاعي واسيء لنفسي، انا فتخصصت في الاجهزه دي. اتوقف معاك في النقطه دي عشان الناس تكون واخده بالها، انت اللي انت بتستعين بالكتب عن طريق الموبايل، الكمبيوتر، الموبايل والكمبيوتر، صح كده؟ بالظبط. عشان ممكن قاعده مش قادرين لك ازاي كفي فاير. بالظبط. لا انا معايا الكمبيوتر بتاعي عليه تطبيق ناطق، والموبايل عليه تطبيق ناطق، وبتعامل تماما زي اي شخص مبصر بسبب التطبيقات الناطقه دي. فالحمد لله رب العالمين بقى اتخصصت في الاجهزه اللي انا لقيت نفسي بفهم فيها 100%، والتخصص ده حاجه مطلوبه اساسا بالنسبه لاي حد. يعني مش صح ان الشخص يشتغل في كل حاجه، بس حتى لو شاطر في جهاز واحد بس هتكون دي حاجه مميزه ليه جدا. يعني لو قلت لك مشكله الجهاز اللي معاك دلوقتي، هو الجهاز انا شايفه محروق، صح كده؟ بالظبط. مشاكله ايه؟ ده الجهاز بس يعني العميل اهمل فيه، فالمشاكل تراكمت عليه، وبعد كده ما بقاش يقفل، لما بقى يقفل الحنفيه ما بقاش يقفل معاه، فبالتالي النار فضلت شغاله، حرقت السربنتينه وحرقت كل حاجه في السخان. فانا بعمله صيانه دلوقتي من الالف للياء، بغير فيه كل حاجه، الكارتة والصمام والسويتش وكل حاجة. كلمني على حط بادجت معين او سعر معين في الصيانة بتاعك، ولا في الايه؟ الصيانة. في الصيانة انا دايما بحاول طبعا اراعي ان انا ما بقاش سعري غالي قوي عموما، حتى في شغلي بحاول ان ابقى مميز عن اي حد، سواء في اسعاري او في اسلوبي او في طريقتي او في مواعيدي كمان، بحاول اكون دقيق قوي في مواعيدي، بتريح العميل وبتريح الفني. واغلب الناس مش باخد منهم كشف، لو رحت كشفت على الجهاز وهم ما عجبوش السعر، او شافوا كان غالي عليه، او مش مفيش امكانيه دلوقتي، مش باخد منه، خاصه لو كان قريب مني مش باخد منه اي كشف ولا اي زياره، الا لو كان خارج المدينه، يعني بضطر اروح مشوار بعيد مثلا تلت ساعه رايح تلت ساعه جاي، باخد برضو اللي على قد المشوار بتاعي فقط، مش بحاول اغلي عشان اكون مميز عن غيري. انا عايز اوصل لك الساده المشاهدين عندنا على اليوم السابع اللي متابعينك الان، انا عايز كل اللي بقول لحضرتك ربنا يعينك ويوفقك وبالتوفيق. الله يخليك. الناس بتسال في بعض الاحيان على عنوانك، والناس بتسال بتقول ما شاء الله ربنا تبارك الله. الله يخليك. سبحانك يا رب. انا عايز اقول لك كميه تعليقات بجد، انا سعيد اللي انا الشرف ليا انا اللي اسعد بجد والله. يعني الله يخليك. شغلك منبهر بيه. الله يخليك، ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. انا بشكرك وبشكر متابعي اليوم السابع. شكرا لله. قبل ختمنا حديثك استاذ محمد، تحب توجه حاجه؟ زي ما قلت لحضرتك، انا نفسي الناس يكون عندها وعي في الاول، الكلام ما كنت بقول لحضرتك قبل البث، يكون عندها وعي بالتعامل مع الكفيف بالذات. ازاي احاول اوصل له الخدمه اللي انا عايزها بدون ما احرجه او اسبب له ايه اي مشاكل، يعني لان الناس وعيها قليل جدا في التعامل مع كفيف. بشكرك. ليس الكفيف كفيف البصر، ولكن الكفيف كفيف القلب. بشكرك استاذ محمد، كان معكم عزوز الديب. شكرا جدا ليك. من مدينه الشروق. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي. حبيبي ما تحرمش منك.